السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم النهاردة في درس جديد على قناة ميدو أوريتيك على اليوتيوب. درس النهاردة هو هجيب لكم أفضل 3 مواقع لتحميل الأفلام والمسلسلات والأنمي وكل حاجة، أفلام هندي، أفلام عربي، أفلام إنجليزي، أفلام تركي، مسلسلات تركي، كل حاجة أنتوا عاوزينها هتلاقوها في 3 مواقع دول. دول أفضل وأسهل 3 مواقع لتحميل الأفلام بجودة عالية، بجودة HD، وكمان بيكون حجمها صغير شوية وما فيش صعوبة في التحميل، ومجانا الحمد لله مجانا. كل عليك تابع مع الدرس بعد هذا الفصل الإعلاني. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. اول موقع معانا النهارده الموقع المشهور المعروف عالميا، موقع aquam.com. الموقع ده جميل جدا يا جماعه، وده اول موقع من 3 مواقع النهارده. تمام، انت بس لما بتشوف، يا ساتر يا رب. المهم يعني انت بتشوف الفيديو اللي انت عاوز تحمله او الفيلم اللي انت عاوز تحمله، تمام، ولو ما لقيتوش اي حاجه انت عاوزها تقدر تكتب اسم الفيلم او الحاجة اللي انت عاوزها وتدوس عليها بحث سريع او السيرش دي كده ويطلع لك. وممكن هنا عندك قائمة جميلة جدا فيها مواقع وكورسات واقوام تيوب ومسلسلات ورياضة وكل حاجة، تمام، بس انت برضو بتلاقيها بتنزل بالتسلسل كده اهو. تمام، انت انا على سبيل المثال، يعني احمل الحلقة دي، حلقة السلسلة الدم الجزء الرابع، طبعا مش ليا لوالدتي، بدوس على الصورة، ما دوس على الكلام، ما دوس على الصورة نفسها، صورة الإعلام بتاعت المسلسل اهو يا جماعة. جات لنا بعد ما دوسنا عليها طلعت لنا القائمة دي. تمام، بيقول لك هنا عاوز كمان احسن حاجة لو في مسلسل او اي حاجة ليه كذا جزء بيجي لك هنا لتحميل المسلسل الموسم الاول كاملا، بتدوس هنا بيتحمل لك كل الحلقات ورا بعض، يعني على حسب العدد الحلقات بتتحمل لك كلها ورا بعض، عندك الموسم الثاني والثالث وهكذا. تمام، وادي اهو دي الحلقة الاولى لو عاوز تحملها. تمام، الحلقة الاولى كده بتفضل تنزل 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 اهو، بص من تحت خالص بتلاقي بيبتدي من الاول الحلقة الاولى اهي، الثانية والرابعة والخامسة والستة وكده، بتشوف الحلقة اللي انت عاوزها. انا على سبيل المثال هحمل الحلقة الاخيرة، كل عليها هضغط على تحميل مباشر، حجمها 220 ميجا والصورة HD. تمام، بضغط على التحميل المباشر، بينقلنا للصفحة دي، بنستنى الكاونت ده، بنستنى 30 ثانية عشان هيبدأ التحميل، ننتظر مع بعض 30 ثانية دي لما تعدي اهو. يا جماعة رجعت لحضرتكم تاني اهو، خلصت 30 ثانية، بيقول لك تمام دلوقتي طلع رابط التحميل، الرابط الان متاح حتى تاريخ الخميس 23/3/8، مش مهم يعني. كل علينا نضغط على تحميل مع، طلعت لنا نافذة التحميل بحجم 220 ميجا وبصيغة MKV مش MP4، MKV يعني صورة برضو رائعة جدا. نضغط على ستارت داونلود هيتحمل على طول. ده كان اول موقع معانا يا جماعة النهاردة، موقع اكوام الشهير طبعا. نشوف الموقع التاني وهو موقع cinema4u.tv، cinema4u.tv ده موقع جميل جدا، تقدر تشاهد منه اونلاين وتقدر تحمل منه بالرابط مباشرة ومجاني برضو اهو يا جماعة. طبعا ادي الموقع، هو برضو بيتيح لك وعندك مسلسلات تقف عليها كده، عندك عربي اجنبي، عربي وتركي واسيوي وهندي وكرتون وبرامج تلفزيونية، وعندك المصارعة، عندك افلام هندي وافلام كرتون وافلام عربي وافلام انجليزي. تمام، احنا حاليا في الصفحة الرئيسية اوكي اهو، تفضل تنزل كده لحد ما تشوف اللي انت عايزه. تمام، انا على سبيل المثال احمل فيلم ريزيدنت ايفل، بدوس عليها كليك كده برضو على الصورة اهو،
نجرب مثلا ريزيدنت ايفل اللي انا فعلا هحمله، يعني لان انا اللي ما يعرفنيش ان يعني انا من عشاق افلام الرعب. يعني هو يا جماعه، وفي هنا تقدر تشوف اعلان الفيديو على اليوتيوب والام دي بي اللي هو زي التريلر بتاع الفيلم، تمام. وعندك الفيلم بصيغه 1080 اتش بي اتش دي، اسف اتش دي، تمام. كل عنا دلوقتي نضغط على مشاهدة الآن، هينقلنا دايركت على صفحة المشاهدة. أهو يا جماعة، جابلنا هنشوف الفيلم كده بالشكل ده. وطبعا في سيرفرات يعني كتير، عندك فيديو شير وابلود وفيديو تودو وستريمين وفيدزي وماي ستريم ستريم وهكذا طبعا. هو بس الموقع ده الوحش فيه اعلاناته كتير شوية، كل ده عشان اشغله يعني، سبحان الله. المهم طبعا انت طبعا لو عندك برنامج انترنت داونلود مانجر، او ما بتضغط كده بتجيلك صفحة الداونلود دي كده، بتحملها بتدوس عليها. لكن لو ما عندكش، عندك سيرفرات التحميل، تختار الموقع اللي انت عايزه، ابوم ابوم تاني، كلهم ابوم، تمام. هتدوس على اي واحد فيهم، انا مثلا هجرب هو اول واحد هنخش عليه. اهو يا جماعة الحجم 651 551، تمام. هنضغط على كرييت داونلود لينك، ادي اللينك اهو، تمام. هنضغط على اللينك ده، طبعا يعني التحميل لو بيبقى حجمه كبير، عشان المواقع اللي انا جايبها لكم التلاتة ديت غير اكوام وسيما فور يو. طبعا التلات مواقع دول بيجيبوا لك ان انت تقدر تشاهد وتقدر تحمل بصورة اتش دي، زي ما شفنا دوت ب 1080 اتش دي، يعني جامد جدا، تمام. اهو طلعت لي صفحة التحميل 551 ميجا، تضغط على ستارت داونلود وبيتحمل معاك، تمام. ده اول موقع معانا النهاردة، تاني موقع قصدي، تاني موقع بعد اكوام. الموقع التالت موقع ايجي بيست سايت، اهو عندي موقع ايجي بيست سايت. وعندك برضو افلام 2017 و2016 واتش دي، وافلام امريكي وكوري واسيوي واكشن وكوميدي وخيال علمي وكرتون ورومانسي ورعب وياباني وهندي ومترجم وبالوري، تمام. ايه الفيلم لو انت مثلا ملقتش الفيلم اللي انت عاوزه او المسلسل اللي انت عايزه، بتكتب اسم الفيلم كده اهو، وبعدها بتضغط على انتر، هو بيتحمل معاك على طول، تمام. بتيجي هنا مثلا بتشوف الفيلم اللي انت عاوزه على سبيل المثال، تمام. ده برضو الموقع ده اعلاناته كتير اهو. وعندنا كده الاسهم دي بتنقلك للافلام التانية وهكذا، تمام. اهو اعلاناته كتير زي ما بقول لحضراتكم يعني، ف بس هو مميز، موقع مميز جدا، تمام. على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا احمل فيلم سايلنس، بدوس على الصورة. طبعا افلام جديدة بلوراي يعني جودة مش اتش دي، جودة اللي هي تقدر تشوف منها، تمام. كل البلوراي تقدر تشوف منها، والويب دي ال يعني صورة مش زي البلوراي، ممكن تشوف منها على بسيط، تمام. ومثلا اهو، او ما تلاقي الاتش دي كام يعني الصورة اتش دي، تمام. مثلا جرب الاتش دي جيت اوت 2017، بدوس على الصورة بيقولك تصنيف الفيديو واللغة وكل الكلام ده، تمام. بيقولك تقييم الفيلم، التقييم العالمي، ومدته ساعة 41 دقيقة، تمام. كل عليها دلوقتي هضغط على مشاهدة وتحميل الفيلم، تمام. أول ما دوسنا عليها بيقول لك هنا الدقة 430، بيقول لك هنا ال اتش دي كام. لو عاوز تشاهد تضغط على مشاهدة من اوبن لود، وبرضو نفس الموضوع من هنا. ولو عاوز تحمل، عاوز الصورة الدقة بتكون اس دي 360 بيكسل، يعني زي حاجة بسيطة شوية،
مع ان ده اتش دي حاجة بسيطة، لكن حجمها صغير تقدر تحمله. لو عاوز تحملها بصورة هي اللي هي صورة رائعة جدا 480، تضغط على تحميل من اي جي، بس هنضغط عليها كده ماشي. لا اله الا الله، اهو هو موقع اعلاناته كتير و ده بيعصبني خالص. انا بتاع تحميل، وتضغط هنا على اضغط هنا اهو، هو على طول اتحمل دايركت على طول. تضغط على ستارت داونلود بيتحمل معاك على طول. تمام، دول يا جماعة كان احسن 3 مواقع للتحميل والمشاهدة اونلاين. ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم وتكونوا استفدتم من الدرس. في الختام وفي نهاية هذه الحلقة، أرجو أن تكون قد استفدتم منها، وكل الروابط المذكورة في الشرح في سوف تجدونها بالطبع في الوصف أسفل هذا الفيديو. ولا تنسوا أيضا أن تدعمونا بالضغط على زر لايك تحفيزا منكم لو نال إعجابكم هذا الفيديو. ولا تنسوا أيضا الضغط على مشاركة شير لرابط هذا الفيديو في شبكات التواصل الاجتماعي لكي يعلم الجميع من أصدقائكم بفائدة هذا الدرس وما هو المقصود من شرحه. وأيضا اتركوا تعليقاتكم واستفساراتكم أسفل الفيديوهات. وأخيرا لا تنسوا أن تدعمونا باشتراك للقناة بالضغط على هذا الزر الأحمر يدعى سبسكرايب أو اشتراك بالقناة لكي تتواصلوا بجديد الفيديوهات. ولا تنسوا أخيرا أن تفعلوا زر الجرس في القناة لكي تتواصلوا بإشعارات جديدة بكل الدروس القادمة الجديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.